مدير العام لكهربائي زحلي يقول أن لا حل للخروج من أزمة التقنين في زحلي إلا بإنشاء معمل للإنتاج. ما زالت منطقة زحلي والبقاع الأوسط ترزح تحت نير تقنين كهربائي قاس يصل إلى 12 ساعة يوميا بعد أن قامت مؤسسة كهرباء لبنان بفرض التقنين على المنطقة، وقد تعرضت الخطوط المتوسطة لشبكة الكهرباء إلى أعطال كثيرة من جراء العاصفة القطبية التي ضربت لبنان خلال اليومين المنصرمين، فعملت فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلي على إصلاحها. المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد رأى أن لا حل لمشكلة الكهرباء في زحل والبقاع الأوسط إلا من خلال إنشاء معمل للإنتاج بقوة 60 ميجاوات يرفع عن كاهل المواطن بعض الأعباء الاقتصادية. صار في عنا أعطال بمنطقة باريليس، أعطال بمنطقة علي النهري، بدور زحلي، بتلشيحة وبالميدان. هال 12 ساعة صلحوا كل شيء، واليوم الخطوط التابعة لشركة كهرباء زحلي فيها تعطي 24 ساعة ل 24 ساعة، بس التقنين مفروض من مؤسسة كهرباء لبنان عم بيبين مثل إذا نحن مش عم نصلح الخطوط، بالعكس نحن عم نصلح الخطوط، وهلا منقدر نعطي 24 ساعة ل 24 ساعة، مشان هيك نحن عم نرجع عم نطالب الدولة اللبنانية تتعطينا رخصة نهائية تنقدر ننتج كهرباء 24 ساعة ل 24 ساعة، ونقدر نأمن المواطن اللبناني من حيث ما يدفع فاتورتين، فاتورة للشركة وفاتورة للمولد. نحن منرجع مناشد كل المسؤولين ومنقول انه هيدا مشروع انمائي مش مشروع سياسي، وهالمشروع رح يجيب استثمارات لمنطقة البقاع. مثل ما بتعرفوا منطقة البقاع منطقة فقيرة، منطقة زراعية، رح نخلق فرص عمل لأكثر من 100 شاب بهالمنطقة، وبالقليلة رح ندفع TVA، رح ندفع ضريبة دخل، رح نوظف ناس. وهالقوة أو هالقدرة عم تعطينا إياها مؤسسة كهرباء لبنان للمنطقة بتعطيها لغير محلات، والمواطن بيدفع 60% أقل من الفاتورتين أو من 4 فواتير أي عم بيدفعوا، لأنه اليوم المواطن عم بيدفع فاتورة لشركة الكهرباء، فاتورة للمولد، فاتورة للأدوات الكهربائية عم تحترق بالمنازل من المولد، وفاتورة للعجز المالي ناتج عن عجز مؤسسة كهرباء لبنان أي بيوصل لمليار و500 مليون. اليوم المواطن له حق بال 24 ساعة، الناس عم تدفع 100% فواتيرة، ما في منطقة بتدفع منطقة ما بتدفع، كل الناس عم تدفع، عم نطلع فواتير شهرية متتالية، ما في عنا مشكلة ولا بجيباية ولا عنا مشكلة بالسرقات. المهم انه يكون في ثقة، الثقة بس بتكون الثقة موجودة وبتكون انت عم بتركب عدادات. يعني اليوم بيجي المشترك اليوم بيتقدم باشتراك زيت نهار او تاني نهار من ركب له ساعة، هيدي بتأدي لثقة. اليوم بس بتكون الثقة موجودة المواطن ما عنده مشكلة ابدا. ومتمنك شايف بالعواصف اليوم صلحنا كل الخطوط، ما في خط مش ماشي. للساعة 4 بالليل كنا عم نصلح الخطوط، اليوم نحنا شغلنا قدامنا، المواطن هو بالبقاء عم بيشوف الشغل نحنا عم نقوم فيه. بس اليوم هالتقنين ما فينا نكفي فيه، اليوم في تقنين بين 10 و 12 ساعة كل يوم، عم بيدفع المواطن التلت معاشه عم بيروح بين فاتورة الشركة وفاتورة المولد، هيدا بدنا نخلص منها. وختم نكد مؤكدا أن المواطن البقاعي الموجود في منطقة زراعية فقيرة لم يعد باستطاعته دفع فاتورتين للكهرباء إحداهما باهظة لأصحاب المولدات.